معلمينتا كوغوليستي إن أي كوسو بيران شقالها دولتا بروسيس كدير كروح ذا بضان إلا شايفين كوسو بحي سكال سوري كوشرتو هل كان أفضيها دمانتين وان إسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنتا أنا حسين تغالي بيقى أنا يان مركة كويت وحان رباينا وهم بليئيو معلمين تا قولي ستي ماان تهالك فريدة دولة قبلية دا أردن ماان تفريدة اللو فوري تبباركي أي وحكو باري لهايين أرضي دا الصومالية وحان لها يهم بليو تلابة ونأكسن فرصة ونأكسن آيات هشين سيدو كلاو حانوهم بليين يا لغب اللابو وزارة دا هديتها هير فدرالي هير ستيت إيو دمان انت كلا دولة دا كم دا بلشة دا كم دا كقيب قادتي إن بروسس كاري ونجحه وقوليسته ووصو قارمانتا ماشي وطاقين فرصة دوناكسن آيات هشان ورنتي قالية وصيد الله الشيغي كتيمت فكر انقبني أولا اسكتر دري و أن سهلنين إن حكومة عصب أو تشالنج كذا هيستاي مهور تاجني أد ويني أو عليس دقالو أد أفربان هيستو أو دقال أد أبلارن أو أذك كل شرطة خوارجتا أو دين عفيس كسرعته يو بروسس سلحساب تكيسو أذك يهاي oo cid caawinaysa jirin in ay tirada inta leeg ay oo macallimiina oo 3000 ah hal mar waan qaadanaynaa sanadkii ugu horeeyay inaan dhahno ma fududayn waxay ku timid dadaal waxay ku timid annagoo og ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu oo u aragnay inay tahay qayb kamid ah oo waliba qayb muhiim ah أمنك قرنك إنا وحبر شدو كميتها هدي أن دهناي وحنا أمهم سنوا أمنك برايورتي ون أمني ما نوع وحاو أرقناي هدي أن وحبر شدو كتر الميشا أو أينا بجتك سوقلين وحبر شدو إنا إما قنت هاي قيبتي ومهم سنيد أمني مركو واحد ربنا إن أرتساس لو فهم واحد برشدو ملك استوى كروس كتين هدار ربوين عن دقاله براير تكدكتو واحد برش أي هوري منس هدار رب أمني جا واحد برش أي هوري منس ملك استوى نود دقاقو أو هرمرين تدل كان كم ده واحد خص بقى إنه يوح برشدو كتير توا قصب أهمية دين تعلق بيلاده هي وح برشدو تعسا كأنتي إن عن دهانو الله جمل لا حنكره إن أي وح برشدو قيب وين كاهاتو أمنجا قرنكا إيه أنك شقينين سيدا دي أن وحن فيلا يلا قد واجي أنا قرأ عن شيء ما سهل نيم إن بجت كلو درا إنتاس ما فضوين وحن كلا كلا ناي دت كي نو هاي مالية دع ولا يس بدن هي عفسي بدن هي وسيك بدي أكرتا ولا ما بحين كرا لكن وقدم بيستي وحن سلا قرناي إن أنا لقلي حين كرينا إنتاس أنا لقى الله حكرين السنين وأنا إسلق هذا الني وأنا كقول السنين وحرام إيش أنا كحرقه
دولدا حكومتان دن قرن سند ايدون جوجين ان هدا غارين اوغستي غاري دونتا سند حكومتان وحا وح لغو فانا وان ربا الشعب الصوماليد مالها ادين لا سكونين ان لا سكوتسيو وحان شقالي سيني صدح يا لباتن كن اوقف الصوماليات او دليره او بدن لباتن كن وامنيغا وعيدمدا امنيغا سوغيلها اي ان ربنو اني كلا وريغان عيدمدا اتمس امنيغا دلك سنه سو سوده دي لايرا شن إيه طبعاً كنا مالا يشان كن إريتريا كتمد لباتن كا كن وعسكري أيا بجت ككجرة أو عن شغالة سنة سنة كان شن صدح كنا وحواء ومعلمين مركز صدح يا لباتن كن أيان هل سنة أيان مرينا هنا شغالة سنة وشقيها لنا وحان مركا فلينا سندها صوص عدنا الى هيدن كيس ان هر مركا سكسي تلابسن دونو او ان سيسعون دونو او داد كينو يدن يردينو اي ودن كوادا كشاقي سنيان شاقي كهليان وحا مهم كا وحاوي صدحي اللواتن كاكم ان كوي مانين ميت كميد هنا 4.5 وحان كو هولن نهي ومهمه ده هلكن ربا ان ان كشيو وزير بيحي او هدا هلكن كهادلي و اد او هولن يهي وزارتاس سيدي لغو سو غبغبين لها دولدا وخي بل حلبان يا سياسه ان اسلا غادني مال لويد بانو كسو تلين ان 4.5 كما راح لقى قيمة دولي ريسيستنس هي مقاومة دي بصعتة لكن وحرجينا يا وحرجينا يا إن ما راح أقول سرية ضلكو وكبح عين لقو نجيو أما لقو تلمامو إنه كويمد 4.5 أو كويم هذا عض صومالية عضت الصومالية إليه لكن تاس لما سوينه وحي وزير كصه سيا وحان فرني وزارتها شقضة إيو أرمها بلشدة إن أي دادك الصوماليات سيسيمان سيداد إذن كو كتو مادان إن يكو يمادان رمانتو الشقضة مركا وحا لوضا الرفوم أو صعودة سيحوق لو صعودة وحا إيمان دونا تلابوين أدك أو سيدا أي ولا شيء اللي ما نتفاضم أو أي هل كان كشتي كشيكتي كوا بدن شعب كان كمدا اما مدحدنا كمدا او هلابتا اي قوله او جيره اي دوان كو هريمان دونان لكن وحان ربنا ان اي اوغادان سيده فاطمه ما او قيرتي ولا شيء ان انت هوستا مرض اي كو وتان اي او هلابن اي هوستا او جيرته ان كبدن رير كود اني كسوبخي دونان markii la siidaayo ay dadka Soomaaliyeed awoodooda iyo aqoontooda ay shaqada ku doontaan marka hadda rabaa inaan si sheegay dhamaanteen waxaan advocacy u sameyn doonaa oo maanta aad qaadaan risaaladaas in ay dawladdu soo wado program shaqaalaha Soomaaliyeed ka saarayo 4.5 iyo inaan hatta arugu iska qoro ay ku imaadaan process ay u soo tartameen oo haday laba walaalihi ku guuleysato 10 walaalihi haday ku guuleysato ay xaq u leeyihiin inay shaqadaas qabsadaan waka shaqeynayna arintaas weena socota ilaahay idinkiis guul baan ka gaari doonaa degdeg intaas waxay dheer opportunity gan iyo process chance kan la helay ee macallimiinta aan hor fadhiya iyo kuwa kale ee walaalaheen ee maanta dowlad goboleedyada ayaguna sidoo kale loogu faray tababarada u yaalay ama ay heleeni
وحال صعوتا او كمتانيسن مسؤوليه اد وين ام بيضو اي صاحب باري جيرين اي هي دتك ان واخ لا برو مسؤوليه اسان ربنا ان اي كدواناتو وح والبابا وحرمنا انه كدواناده وخي هوري وح كستا دينا كوميتمنت تيغا مركا لا فيري انغا كهوغان كا دولده او مدحوينها لغا سو بلاابو وزيردا برايم مينستر كا وحان نغا غوان كوميتمنت وحان انا سمينا نغا غوان ما دام اي سداس تهي وحان رنا معلمين تنين نلا قادان كوميتمنت غاس بحو يهي سيدي اد وحو دغي جيرتين هدا كور سي كدوونين او دغنا رنا سيدي وخ لين اوغو سو دغاي سي كدوونين ان وحو وح برشدين سي هاجرتي تو كدوونين نوقتا ربنا وح برشدي دولة الصومالية فري باي هيد غارهان ميليتري dadku wax badan baa la baray af Soomaaliga la baahiyay wax barashada waa la baahiyay laakiin wax barashadaas marka qofka wax la baro ugu dambeystay waligaa raashinka kare qiiq u hakaco unsu ha boodo guriga ha gubtaato rabo jikada dabka rabto ku shid ugu dambeystay cuntadaad keento dhadhankeeda outcome ayaa wax laga fiiriyaa الأمور بالخواتيم ما شوطة ما يساوح كيغين قف كات سو سارتي اي واح برني اي انكور فادني اي واحو سو شيغني اي من هاي اي معلنو كيني اي انكتب برني اي حرونو سميني اي كلاس كفريسيني اي استركتر كيك باملكو سميني اي خرش كي كبحيني انت هاسو لما كان سميني ما هي الصباح نوع عين الصباح يا توي استاذ كي معلم كي استاذ فرح وزيرك وحيري وحرمنا ان ادلح كنو كلا نو درتان كو مشغول له شقه كلا كو هيا وزير شقه ku mashquulaysa waxa weeye qofka aad soo saaraysa waad hadda xabaadi baad soo guratay raashinki waad keentay waxa weeye wixii loo baahnaa ingredients waa soo aruurisay wixii iyo input kiyo dhan laakiin waxaad ku mashquushaa output ka aad rabtay ibar muxuu yahay waa noocee kaasa wuxuu u baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay dib isu weydiyaan ama subjects bedel اما تتك بدل اما بروسيجر كبدل وحرت عليك وطالع لكن سيدي لو صوب حي انا وحاربنا ان لو صو صارو ارضي مركه كوباد مسلمه مركه لباد صوماليا مركه صدحات قبيالات انا اقول اونلاين مركه افراد and too corrupted ahayn marka shanaad competent iyo maadada yaqaana marka afraad caalam meel cidla kuma naale island meel cidla ma fidine caalam kala fal gali kara iyo technology ga iyo adduunka isdhex galay ee hadda one village noqday qof la noolaan kara ayaa rabnaa aan isqarxinay ugu dambeyst dadka la soo saaro iyo waxa ustaad farax isku dardaray iyo alaabtu haya markuu isku dardaro waxa rabnaa inuu noo soo saaro ma qofka rabnaa inuu soo saaro qofka sidaa u eeg qof muslima Soomaaliya intii kale sheegayno leh intaas aan karnaa hadii inta la waayo oo ay wax barashadeenu soo saarto professor qabyaaladeysta professor tuuga oo dadka xadi professor ya aqoonyahan dadka isqarxiyo la yale professor
Somali never have a firm saying on Somali, you two really stand up his name. Wow, professor and competent, I'm are they competent? I am and Beni Adam Kalech and Kadikir and Adun Kalech and Kadikir. Intas a deal of Sosaro. Other door can get in high horse nor other than you know, die a Somali Sassi Bogudo, Marcus would do him both. Marka intii inta wax ku arshaashayna ku sii deynay mashaa marka anigu waxaan rabaa dhinaca outcome ka wax ka fiirinaya waxaan rabaa sida wax ku soo baran jirnay iyo wax barashadeeni way fiican tahay dhinaca maadiga waxa laga yaabaa qofku da waxna uu qori kara waxna uu akhrin kara dadku la mid yahay laakiin context ki kale iyo muhtawihi kale ee qofka ku jira ee macnaha u sameeyay waxaan rabnaa in wax laga bedelo haday fiicnaan lahayd way inaga muuqan lahayd qaran guriyuhuna inaga ma dumeen intuna guriyuhu dumin aqliga dumay maskaxda duntay aqoonta duntay wax walba dumay guriyahan iyo wixii dumay iyo jidadka dumay gadaal bay ka dumeen qiyam baan u baahnaa markii arday qiyam leh oo aqoon leh oo garanaya waxa meesha u socda garanaya ayaan u baahanahay waxa kale aan u baahanahay oo aan ogahay taas inay duruufto keentay ayna tahay inaan dib isugu keenno dhibaato badan oo dalkeena haysta waxa weeye waxaynu nahay dal ilaa hadda aan aad isu hayaysan on connected ahayn waxbarashadeennu waan ku faraxsanahay jaamacadda ummaddu inay soo qortay manhaj oo la sheegay waxaan u baahanahay ardayda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed say wajiyadoodu isugu egyihiin waxa maskaxdooda ku jiraana inay isu egtahay waxbarasho isla socota inay tahay oo isla garanaya wax walba oo aniguna galaaska saddexaad baan taa ku soo dhigtay laakiin aniga taas nima dhigi jirin oo manhaj reeba kan manhaj dowlad heblaan dhigan jira oo kuma kanna gab laakiin markuu kani gabayga sheegay inuu ka kalena waa anigana waan soo maray dhaha la garta in la isla socda la gar yaa la rabaa duruufaha jiray la isla ma socon jirin waan ognahay duruufahan soo marnay oo de buugta abastaan ku herno ilaahay ogaa laakiin hadda waxaan soo gaarnay xilligi la isku duwi lahaa waxbarashadeena oo dadkeenu ay qaadan lahaayeen hal jid ay mari lahaayeen oo ay wada yaqaanaan si ay u noqono dad isla socda iyo aqoonyahan isla socda ay inoogu soo baxaan laakiin aqoonyahan boqol midab leh mid gaaban mid cad mid madow mid kale midba kalar leh so many colors waxaa ka dhalanaya inay ideas kala duwan iyo khilaaf kala duwan iyo wax aan isla socon inay ugu dambeysa soo baxaan ka dhalanaysa marka taa inaan isku dino waa laga maarmaan taas dhinaca waxbarashada kale inaga ma haysatee dhinaca hay'adaha amnigana waa naga haysataa dowlad heblaa intaa noo tababartaa dowlad heblaana intaas noo tababartaa dowlad heblaana intaas noo tababartaa marka ciidamadeenni baa magacyo leh kuwii Eritrea kuwa Mareykanka kuwa Turkiga kuwa waxaasoo dhan waxaan ku tala jirnaa insha Allah inaan ka baxno oo ay noqono ciidamo Soomaaliyeed oo la garan karo oo maxaasay ku yimaadeen iyo say ay ku soo Layli sargaal waa inaga tagi kara waliina waa tagi jiray sargaal meel kale waa tagi jiray oo soo tababaran jiray laakiin haddana way loo Soomaaliyeed ayaa jiray marka taana waa shaqadeed waa socota tan waxbarashadana oo ka fududa waxaan rabaa inaan dadka ku baraarujiyo in isla socodsiinteeda iyo inay isku mid noqdaan ay wasaaraddu u xilsaaran tahay marka wasaaradda waxaa laga rabaa inay subjectiska maxay tahay lagu kala duwanaan karo maxay tahay kuwa ay waajib ka tahay in la wada qaato oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ilmaha Soomaaliyeed oo dhan ubadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada qaataan maxay tahay waa inay u kala cadahaystay qof Soomaali ciinwaankiisu identity-giisu caadi yahay oo Soomaali ah suuq soo baxo waxa gudaha ugu jiraana intaan sheegay ay noqdaan marka intaas markaan ka baxo waan soo koobayaa anagu waxaan ballan qaadayna saddexdan kun ee macalin ee hadda la qaatay waxaan horta ku waan markala waan u hambalyeynayaa waxaan ballan qaadaynaa inay ka mid noqdaan shaqaalaha dawladda xuquuqdooda helaan aan ku soo dhaweyno
isla markaana waxaan faraynaa hay'adaha ku shaqada leh in la hawl geliyo macallimiintaas waxay la tahay ku adkeyn male waa sida uu sheegay wasiir farax waxbarashada goobahi waxbarashada iyo goobaha amniga هيئاتها الدولة ده وليبا وصي درينهين كواس وأمنية كوا برشدة كوا عافماتك لما تدقنان كرو دنقار اللو ما أديك سنكرو عدة الدقين ويسكيتك عدة القناعس كوسا ما يستي ويسكيتك عدة اللعا كبحيسي أيا ذا يطالع عدة هاد الربطين كبحيسو أيا ذا يطالع داد كان صوماليات با اسكالة واللوغو أديك آيا مركا عدة كوشرتاي وين كبحضا عدي قراصي كربتاي وأنا كسمرتاي وحلو هذيك يا ضدك صوماليات شعبك صوماليات يا لو هذيك يا وأنا وحي لوغوت باهي بنا ودن عامة دن عامة دن خاصة منو كونكرتو تاسنا وحيلتاي وما باهنا إلا وسيع العليو وما باهنا هورينا وانو شيغني مر وضمبين وحنسكوغنا هاي جهة عصب ودل كان أنا رقعة جنا دمانتين وأصل كده يهاي إن أسكحر إنه شباب يعادوا بخوارجته إن أن كونستيوشن كان لما يصنعون دولة لجرنا يو أو 4.5 أنا كنت سنين أو دورشة كتي مادة مركي دورشة كتي مادة أي عدد كصومالي ده لأن دورشة يو ترتن أي شغلة كهريان مركا وان ترتمينا سياسة وان كترتمينا shaqadana waan ku tartamaynaa opportunity kana waa loo sinaanaya cadaaladu meeshaas ku jirtaa marka maanta waa maalintii cadaaladda waxaan rajaynayaa in cadaaladaas dowladnimadeena aan ku wadno dadkeena cadaalad aan baayna burburisay cadaalad aan ba halkaan dhigtay waxaan rabnaa inaan soo afjarno taageeraan uga baahanahay intaan oo macallin iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasto joogan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ilaahay markala hanbaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh